والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. احنا نتكلم في الريسبيراتوري فارماكولوجي على الثلاث أجزاء. الجزء الأول اللي هو الكاف ثيرابي، طبعا في كحة ببلغم وكحة ناشفة. الكحة الناشفة بندي حاجة سيداتيف، كاف يعني كاف سيداتيف يعني مهدئ للسعال. لو في بلغم بندي طاردات للبلغم اكسبكتورانت او ميوكوليتك يعني مذيبات للبلغم. تمام. بعد كده بقى في هنتكلم في الجزء الثاني على البرونكيال اسما، وده يعتبر كومن ريسبيراتوري ديزيز. وهناخد بقى ايه الكوزس، ايه الدراجز، البرونكو دايليتورز هتبقى اهم دراجز. البرونكو دايليتورز وزي ما خدنا في الاوتونوميك هيبقى عندنا ادويه بتوسع الشعب الهوائيه زي السمباسوميميتكس اللي هم السالبيوتامول تربيتالين والالبوترول. الالبوترول اللي هو السالبيوتامول، وفي حاجات لها لونج ديوريشن اوف اكشن زي السالميترول والفورميترول والبامبوتيرول. وفي اللي هو اللي بيبقى فيه في البرونكيال اسما برضو انفلاميشن، فبندي ايه انتي انفلاماتوري دراجز اللي هو الكورتيكوسترويدز الكورتيزون. وبيبقى فيه بروفلاكتيك ثيرابي، بندي ادويه ماست سيل ستابيلايزر او ليكوتراين بلوكر او ليكوتراين انتاجونست، و او انتي اي جي اي انتي بودي زي اللي هو الاوماليزومال. والجزء الاخير بقى هنتكلم على الاكسجين ثيرابي. يبقى نبدأ بالكاف ثيرابي. يعني ايه كاف؟ يعني ده سيمتومز بيبقى فيه اكيوت لو اقل من 3 اسابيع، كرونيك لو اكتر من شهرين. الكوزس اوف كاف، في عندنا اكيوت كاف بيبقى سببه ريسبيراتوري انفكشن، او كرونيك كاف بيبقى سببه ابر ريسبيراتوري بوست نيزل دريب زي ساينوسايتس او برونكيال اسما او جارد. المانجمنت اوف كاف، احنا قلنا هندي الانتيتوسيف اللي هم المهدئات السعال عشان الدراي كاف، الميوكوليتيك تو ليكوفاي البرونكيال سكريشن، والاكسبكتورن تو فاسيليتيت اكسبكتوريشن او ريموفال اوف ذير سكريشن. الكاف سبريسنت اللي هم الانتيتوسيف، في عندنا بريفرال انتيتوسيف وسنترال. البريفرال زي الستيم انهاليشن بالمنتول او التنكشر بنزوين كو والبنزويت. السنترال انتيتوسيفز الاوبيويدز زي الكوديين والهيدرو كوديين والاوبيويد ايزومرز زي الديكسترو ميسورفان. طيب احنا عندنا الميوكوليتكس، في عندنا بروميكسين. البروميكسين عشان بيدوب البلغم هو بيبقى له جي اي تي ابس شيء جي اي تي سايد افكتس ابسيت، ففي الاحسن منه الامبروكسول لس جي اي تي سايد افكتس، بس هو في الميكانيزم اوف اكشن بتاعه بيعمل استيميليشن للسينثيسز اوف اند ريليز اوف سيرفكتانت باي تايب 2 نيوموسايتس. ان اسيتيل سيستين والكربو سيستين ده كونتين اس اتش جروب، فبيعمل بريكنج للدايسلفايد بوند. بستخدمه في اللي هو الريسبيراتوري ديزيزز اللي بيبقى فيها بلغم وكده. الاكسبكتورنت طاردات البلغم اهم حاجه اديكويت هايدريشن، يشرب سوائل كتير، بوتاسيوم ايودايد، جوافينيزين، والامونيوم امونيوم كلورايد، تنكشر ايبيكوانا او هيربال ريميديز زي اللي موجوده في اللي هو الاي في ليفز واللي هو ورق اللبلاب والجوافه زي وكده. نبدا البارتي الثاني اللي هو الثيرابي اوف برونكيال اسما. يعني ايه برونكيال اسما؟ ده كرونيك انفلاماتوري ديزيز في البرونكاي والايرويز. بقى في مع بيبقى في ايرواي اوبستراكشن، بيبقى في ويزس، بنسمع صوت السفير كده زي تزييقه الباب بالسماعه، ممكن نسمعها من غير السماعه. بيبقى في تايت تشيست، بيبقى فيه كافينج طبعا. الباثوجينيسيس بيبقى فيه اون اكسبوجر للالرجيك ستيمولاي، وطبعا بيبقى انهيلنت يعني شامم تراب دخان اي حاجه بتيجي تدخل على الريسبيراتوري سيستم، او هواء ساقع بيبقى اكتر في الشتاء واكتر بالليل بيبقى فيه الاتاكس، فيبقى فيه برونكوسبازم ويبقى فيه انفلاميشن. طب برضو يهمنا في الباثوجينيسيس عشان الدراجز، يبقى فيه عندنا انفلتريشن للبرونكيال وول بالاكوت والكرونيك انفلاماتوري سيلز، بتريليز انفلاماتوري سيتوكاينز زي الادينوزين، البروستاجلاندنز، الليكوترينز،
اللي بتعمل هايبرتروفي اوف اير واي ميكوزا وبتزود الميوكاس سيكريشن، بيحصل ايه؟ بيبقى فيه برونكوس باسم. البريديسبوزنج فاكتورز بيبقى فيه اللي هو شيست انفكشن او جينيتك فاكتورز او سايكولوجيكال، ممكن بريسبتيت الاتاك. كلينيكال بريزنتيشن للكرونيك اسما، بيبقى فيه ديسنيا يعني تايت شيست، كافينج بارتيكولارلي ات نايت اوت، واكسباك اكس وي ويزنج، وتبقى اكسبيراتوري ويزز. اكيوت سيفير اسما بيبقى فيه سيفير ديسنيا انسبيراتوري ويزنج، ممكن يبقى فيه اب تو سايانوزس. المانجمنت اوف اسما، يبقى اول شق هيبقى برونكو دايليتورز، بيبقى في عندي ثلاثه جروبس. الجروب الثاني الاولانيه برونكو بيتا 2 اجونست والماسكارينيك ريسبتور بلوكر ابراتروبيان برومايد والزانسين زي الكافيين والسايوفيلا. البرونكو دايليتورز اللي هم بنقسمهم الى نون سيلكتيف اللي هم القدام الادرينالين، والنون سيلكتيف يعني زي الافيدرين والادرينالين. السيلكتيف بيتا 2 اجونست، في عندنا شورت اكتن بيتا 2 اجونست بيسميها سابا زي سالبيوتامول تيربيتالين فينوتيرول، وبيقولوا برضو اسم تاني للسالبيوتامول اللي هو البوتيرول. واللونج اكتنج زي السالميترول والفورميترول. الميكانيزم اوف اكشن، بتعمل ستيميليشن للبيتا 2 ريسبتورز فبتستيميليت الادرينالين سايكليز، تزود السايكليك ام بي، تعمل برونكو دايلاتيشن، وفي الماست سيلز تعمل ماست سيل ستابيلايزيشن وديكريز الهستامين ريليز، وتزود الميوكوسيلري فانكشن وتقلل برونكيال انفلاميشن والسيل اديما. بس الادفيرس افكتس زي تاكيكارديا، اريزميا، بالبيتيشن، تريمورز للسكيليتال ماسلز، نيرفسنس، توليرانس اون برولونجد او ريبيتد يوز. ده طبعا اللي هي بخاخه الفنتولين اللي هي السالبيوتامول. الميكانيزم اوف اكشن في هنا اللي هو عندي هنا عارضه كل الميكانيزم اوف اكشن بتاع البرونكو دايليتورز. في عندنا استنباتاتك طبعا هو اللي بيعمل ريلاكسيشن وبرونكو دايليتيشن، فالبيتا 2 اجونست بتعمل استيميليشن ادينايليت سايكليز، تزود السايكليك ام بي، والسايوفيلين بينهبت الفوسفوداي استريز انزيم فينهبت الميتابوليزم بتاع السايكليك ام بي ويعمل برونكو دايليتيشن. انما الاسيتيل كولين ده طبعا عارفين ان هو بيعمل برونكو كونستريكشن، يبقى الماسكارينيك انتاجونست زي الابراتروبيان بروميد بتعمل العكس اللي هو البرونكو دايليتيشن. يبقى انا عندي الميزان، انا قفلت الكونستريكشن، يبقى هيشتغل السمباثيك يعمل انوبوزد برونكو دايليتيشن. الليكوتراين انتاجونست طبعا هناخدها دلوقتي زي اللي هو المونتيليو كاست والزافير لو كاست واللي هو الزيليوتين. والسايوفيلين ده بيبلوك الادينوزين، الادينوزين بيعمل برونكو كونستريكشن وفي البرين بينيم، فانا بدل السايوفيلين. عشان كده بنصبح الصبح بكوبايه القهوه او كوبايه الشاي بنصحصح، لانه بينهبت الايفكت بتاع الادينوزين وبرونكو دايلاتيشن. طيب الماسكارينيك انتاجونست اللي هو الابراتروبيوم بروميد، يبقى هنتكلم سيستماتيك في الفارماكولوجي بقى بدون ايه ما نحتاج ان احنا نكررها تاني. يعني الميكانيزم اوف اكشن بيبلوك الماسكارينيك ريسبتورز فبيانتاجونايز الايفكت بتاع الاستايل كولين فبيحصل برونكو دايلاتيشن، فبيحصل انوبوزد بيتا 2 اكشن اللي هو الاكشن بتاع السمباثيك برونكو دايلاتيشن. الاتروبين ليه ما بستخدموش في علاج البرونكيال اسما مع انه برونكو دايليتور والبروتوتايب بتاع المجموعه دي؟ لانه نون سيلكتيف بيتا ماسكارينيك بلوكر، فبيلو سيستميك سايد افكتس اللي هي دراي ماوس وتاكي كارديا وبليرنج اوف فيجن ويورين ريتينشن، خاصه في الاولد ميل بيشنت ويز بناين بروستاتيك هايبربليزيا، ويعمل فيفر هايبر بايريكسيا خاصه في الاطفال، ممكن تؤدي الى كونفولجنز. بعد كده ان لو سي ان اس سايد افكتس، بيعمل سيديشن، اكسسيف دراينس للبرونكيال سيكريشن، ديفيكالت تو اكسبكتريت، يخلي العيان يكح اكتر. طب الابراتروبيوم افضل ليه من الاتروبين؟ لانه كواترناري امونيوم كومباوند، فما بيعديش من الميكوزا، ما بيعديش للبلاد برين بارير، مالوش سي ان اس سايد افكت، مالوش سيستميك سايد افكتس، بيشتغل لوكالي برونكو دايليتور بس، ما بيعملش دراينس للسكريشن. ابراتروبيوم نوت سفيشنت الون، لازم نستخدم معاه البيتا 2 اجونست في اللي هو الجلسه. يبقى الجلسه الاستنشاء بتاع جهاز النيبيلايزر هنشوف صورتها دلوقتي، هيبقى فيها برونكو دايليتور سالبيوتامول فاركولين اللي هو الاسم التجاري فاركولين مع الابراتروبيوم، واسمه التجاري اللي هو الاتروفنت. يبقى ده امبوله الاتروفنت
هي 250 مايكرو جرام للاتنين ملي، ده اللي انا بحطها في الجلسة. المجموعة التالتة اللي هي الميثايل زانسين، هنتكلم على الكلاسيفيكيشن ناتشورال وسيمي سينثيتك. ناتشورال كافيين وثايوفيلين، والسيمي سينثيتك امينوفيلين. الميكانيزم اوف اكشن بينهبت الفوسفودايستريز انزيم، بيزود السايكليك ام بي، يعمل برونكو دايلاتيشن، بينهبت الادينوزين ريسبتورز فيحصل برونكو دايلاتيشن. بس السايد افكتس بتاعتها كتيره، بيعمل اريتابيليتي، هيدك، انسومنيا، نيرفسنس، كونفالجن. ده بالنسبه للسي ان اس سايد افكتس. بالنسبه للجي اي تي سايد افكتس، يعمل نوزيا، فوميتنج، انوركسيا، وري اكتيفيشن للبليدنج بيبتيك ألسر. ولو اديته انترافينوس دايركت بولوس ممكن يعمل هايبوتنشن وسينكوب، كاردياك اريست، وكارديو فاسكولار بالبيتيشن، تاكيكارديا، وارزميا. ده أمبولة الثايوفيلين، وده الثايوفيلين اس ار اللي هو ساستيند ريليز تابلت. المجموعه الشق الثاني من البرونكو دايليتورز اللي هو من علاج البرونكيال ازمة، قلنا الشق الاول برونكو دايليتور، يبقى الشق الثاني انتي انفلاماتوري اللي هو ريدكشن اوف برونكيال انفلاميشن بالكورتيكوستيرويد. هنتكلم في الكورتيكوستيرويد ان شاء الله هنا على اللي يهمنا في البرونكيال ازمة، لان الكورتيكوستيرويد دي هرمونات طالعه من الغده الكظريه اللي هي السوبرادينال كورتكس، ف هناخدها بالتفصيل في الاندوكراين، يعني هرمونات طبيعي. طيب هنا بقى الميكانيزم اوف اكشن بتاع الكورتيكوستيرويدز، بتقلل البرونكيال انفلاميشن وهايبر اكتيفيتي عن طريق ان هي بتنهبت البي سيل فانكشن، فبتنهبت الانتيجين انتيبادي رياكشن، انهبت التي سيل فانكشن، انهبت السيتوكاين ريليز، انهبت الماكروفاج اكتيفيتي، واستابلايز اللايزوزومال ميمبرين، وانهبت الفوسفولايبيز اي 2، وده اهم واهم ميكانيزم اوف اكشن، فبتنهبت السينثيسز بتاع البروستاجلاندينز اللي هم البرونكو كونستريكتورز. والكورتيكوستيرويدز بتعمل اوجمنتيشن او بوتنشيشن زي ما خدنا في الجنرال للافكت بتاع البيتا 2 اجونست. اليوزس بستخدمها في كل انواع الازمة، بخاصه في الاكيوت سيفير ازمة بستخدم الهيدروكورتيزون، الكورونيك برونكيال ازمة بستخدمها في النوكتورنال ازمة، اورال بريدنيزولون، ديكساميثازون، بيكلوميثازون بديها بالانهاليشن واورال وانترافينوس انفيوجن. الانهيلد بيتا 2 اجونست بيبقى لها مينيمال سايد افكتس، فالسايد افكتس بتاعه البرونكيال بتاع الكورتيكوستيرويدز في البرونكيال ازمة لو استخدمتها سيستماتيك يعني اورال او انترافينوس انفيوجن او انترافينوس، اخلي بالي ممكن تعمل سايد افكتس، بس السايد افكتس هنا مش هتحصل الا في اللونج تيرم يوز لو اكتر من اسبوعين وبهاي دوزس بدوسس معينه محسوبه، لو عدتها ممكن تدخل العيان في كوشنج سندروم. طب الكوشنج سندروم بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه هايبر جلايسيميا، ممكن يدخل في دايابيتس، هايبر سولت اند ووتر ريتينشن وهايبرتنشن وايديما وهارت فيليور، ويعمل اوستيوبروزس مع اللونج تيرم، ويعمل سايكوزس وديبريشن، ويعمل سايكولوجيكال سايد افكتس، يعمل كمان اللي هو ريديستريبيوشن للفات، مونفيز، بافالو هام، يعمل استرايا، يعمل سيننج للسكن، ولو اتخذ للاطفال بجرعات عاليه لفترات طويله زي ما قلنا يعمل ريتارديشن للجرس، ويعمل طبعا الكورتيكوستيرويد اميونوسبريشن فمحصل فليرنج قبل الانفكشن. انما في البخاخات ممكن يعمل بيعمل لوكال سايد افكتس اسمها اوروفارينجيال كانديديزيس. الاوروفارينجيال كانديديزيس اخلي بالي اللي انا امنعها قبل ما ياخد اللي هو البخاخه بيتمضمض او يتغرغر بغرغره. طب لو حصل الكانديدا انفيكشن بدي نيستاتين ماوس ووش، نيستاتين ماوس ووش او امفوتريسين بي لوزنج، يبقى عندنا اللي هو السولو كورتيفا هوت اللي هو الهيدروكورتيزون، الابيدرون ده ديكساميثازون. طيب الاحسن اللي هو طبعا السولو كورتيف اللي هو الهيدروكورتيزون، وهو له بوست انتي انفلاماتوري افكت وسولت اند ووتر افكت، وبرده اللي هو الابيدرون الديكساميثازون هيبقى هنا افضل من ناحيه ان هو له جلوكوكورتيكويد افكت مينلي والليس مينرالوكورتيكويد افكت. يبقى هنا اللي هو
اللي خدنا شفنا اتعرفنا على السولو كورتيف، ده رابيد اكتنج بيشتغل بسرعة، يعني بيفيد في الحالات اللي هي الامرجنسي. انما الابيدرون له الديكساميثازون له لونج اكتنج، او بيبقى الديليد اونست اوف اكشن. اللي هو الميفلونايد دوت بودي زونايد، ده اللي هي بخاخة الايه بخ او الانهي الانهيليشن بتاع او بتاع الكورتيكوستيرويد. والفوراديل ده اللي هو فورموتيرول بيبقى لونج اكتنج بيتا 2 اجونست. البروفلاكتيك تريتمنت بقى، يبقى احنا قلنا اللي احنا عايزين نمنع الريكرنس بتاع الاكزازيربيشنز بتاع الازمه عشان خاطر ما تعملش كومبليكيشنز والازمه تبقى متكرره، يبقى انا ادي حاجه بروفلاكسز عشان ما تدخلش العيان في اكيوت اتاك وكده. يبقى اول حاجه الليكوتراين انهبيتورز زي ما قلنا، مونتيليو كاست وزافيرلو كاست، المقطع اللي اخره كاست يبقى بيشتغل على الريسبتورز، يبقى بلوك ليكوتراين ريسبتورز. انما زيليوتين بيبلوك الفايف لوكس اللي هو لايبو اوكسجينيز انزيم، وبيقلل السنسيسز بتاع الليكوتراين. يبقى نخلي بالنا اللي هو اللي موجود منهم المونتيليو كاست ده بيتاخد وانس ديلي، بيتاخد عشان بروفيلاكسز. انما الزفيرلو كاست والزليوتين مش متواجدين باستمرار في اللي هو الصيدليات. الماست سيل ستابيلايزر الكروميلين والنيدوكروميل والكوتوتايف، اللي هم النيدوكروميل النيدوكروميل والكرومولين موجودين، موجود منهم انهاليشن تمام، بس ممكن تعمل لوكال اريتيشن وبرونكوس باز من لو اتاخدوا انهاليشن، فلازم ندي قبلهم البيتا 2 اجونست اللي هو البخاخه السلبيوتامول او الفاركولين. الكيتوتايفن هو ده اللي موجود بقى منه في السوق المصري في الصيدليات، موجود اورال بلو انتي هيستامينيك افكت مع الماست سيل ستابلايزنج افكت، بيستخدم كبروفيلاكتيك في البرونكيا الأزمة، واللي هو له استخدام اخر في السيزونال الرجي، وممكن يستخدم في علاج الالرجي كونجكتيفايتس برضو مع البروفيلاكسز للبرونكيا الأزمة. طيب اللي هو السنجولير دوت اللي هو المونتيليو كاست وده الكوكاست اللي هو برضو نفس المادة بس شركة مصرية، اللي هو الكيتو تايفن اللي هو الكيتوتي ده شركة برضو مصرية تمام. يبقى في عندي سنجولير كوكاست وكيتو تايفن. يبقى بعد كده الاذر دراجز يوزد ان تريتمنت اوف برونكيال اسما، بيبقى في بقى لو في تبع الحالة بقى لو في اكسبكتورنت او ميوكوليتك، تبقى لو في سيكريشن ميكسر للاكسجين والهيليوم، بدي كومباينيشن في الهيليوكس لان الهيليوم ده ان ارتجازه في لو مولكولار ويت يعني غاز خامل، فبيكاري الاكسجين والاكسجين المولكولار ويت بتاعه اعلى فبيوديه ثرو ان اوبستراكتد اير ويز، وبيقلل الورك اوف بريزنج. الانتي اي جي اي مونوكلونال انتي بوديز اللي هما الاوماليزوماب، الاوماليزوماب اخر حاجه في زوماب الماب اللي هو مونوكلونال انتي بودي، والزو اللي هو هيومينايزد. يعني يبقى عندنا اللي هو الاوماليزوماب ده نيو دراج بينهبت الاي جي اي سينثيسز وبيبلوك الاي جي البايندنج اوف اي جي اي تو سيرفيس اوف ماست سيلز، بريفنت الماست سيل دي جرانيوليشن، بيقلل الفريكوانسي والسيفيريتي اوف برونكيال اسما. ادي اللي هو الزولير اهوت يا دكاتره، الاوماليزوماب بيتاخد انجكشن سب كوتينيوس. بعد كده الاميونو ثيرابي تعرفوا برضو ايه اللي هو الفكره بتاعته، اللي انا بحقن تحت السب انتراديرمال، يبقى هنا ايبيديرمال بريكنج او انتراديرمال انجكشن اوف دايليوتد سوليوشنز اوف ذا سسبكتد الرجين. البوزيتيف ريسبونس بيعمل ويل سراوندد باي جريد فلور. يبقى انا عندي كده اللي هو دكتور المناعه بيحقن بقى سوليوشنز كده، الفيزر الكات الدوج الهورس التشيب وول اللي هو الصوف الغنم، يعني هم عندهم انتيجنز معينه لما العيان بيتعرض مثلا للحيوانات زي الدوجز والكاتس او يشم اللي هو ريش الدجاج او
او اللي هو صوف الغنم او كده، يشوفوا هو عنده حساسيه من ايه، ويبداوا يعملوا الاميونو ثيرابي ده، يفضلوا اسبوعيا يتابع اسبوعيا معاهم، يدوله انجكشن من اللي هو الانتيجين ان جرادوالي انكريزنج سمول دوزز، بحيث ان جسمه ياخد يتعرف يعني، وما عادش يبقى فيه عنده حساسيه من الايه، من اللي هو الماده اللي هو عنده حساسيه منها، وده اسمه العلاج المناعي، بيبقى في عيادات الايه المناعة في اسم الشست او البلمونولوجي. طب الستيب وايز ابروتش بقى في علاج البرونكيال اسما، انا ابدا اول حاجة بالسابة باللي هي جلسات الاستنشاق او بالبخاخات بتاعة الفاركولين او اللي هو الفنتولين. طيب لو عوزت بدي معاه انهيلد كورتيكوسترويدز زي البوتيزونايدز. طيب لو عوزت اعلى يبقى بدي اللابا اللي هو اللونج اكتنج بيتا 2 اجونست زي السالميترول. طب ستيل ان اديكويت بدي اللابا وبزود الدوز بتاع الكورتيكوسترويد، بس بدي معاهم بقى ليكوتراين انتاجونست زي المونتيليوكاست او سايوفيلين اس ار او اورال بيتا 2 اجونست. طيب بدي اورال كورتيكوسترويد بقى بعلى وبعلى بالدوز، وطبعا لازما اللي بيعالج البرونكيال اسما بيبقى سبيشاليست في الريسبيراتوري، سواء كان بيدياتريكس او بالمونولوجي او شيست ميديسن. تمام. التريتمنت اوف اكيوت سيفير اسما يعني ايه، بيبقى استخدام البرونكو دايليتور مش جايب نتيجه بعد اربعه، بعد فتره طويله مش جايب نتيجه، فبعمل له ايه هوسبيتاليزيشن، يبقى جالي بعمل له ادميشن في الاسم بتاعي، بدي له اكسجين باستمرار، بدي بيتا 2 اجونست فاركولين جلسات على طول على فترات متقاربه، بدي معاها ابراتروبيوم بروميد، بدي هيدروكورتيزون انترافينوس انفيوجن، بدي انترافينوس انفيوجن للمغنيسيوم سلفيت وانترافينوس انفيوجن للسايوفيلين، وبدي فلويدز عشان ما يحصلش دي هيدريشن وكوركت للاسيدوسيس. الجزء الثالث اللي هو الاكسجين ثيرابي. الاكسجين ثيرابي اخلي بالي من حاجه اسمها ارتيريال بلاد جازز، دي في منتهى الاهميه، هتفيدكم برضو في شغلكم يا دكاتره وكده، بعد يعني في مهم جدا قراءه الغازات. البي اتش بيبقى نورمال 7.4 7.3 الى 7.4، يبقى 7.34 الى 7.44. الارتيريال اكسجين ساتوريشن من 94 الى 100%. الارتيريال اكسجين بارشال بريشر 80 ل 100 ملم مركري او من 10.6 ل 13 كيلو باسكال. والارتيريال كربون دايوكسيد بارشال بريشر من 35 ل 45 ملم مركري او من 4.5 ل 6 كيلو باسكال. البايكربونات من 22 الى 26 ملي مول بير لتر. طيب امتى اقول هايبوكسيا؟ لو اللو اكسجين ليفل في التيشوز، هايبوكسيميا في البلاد. الاكسجين ثيرابي انا ممكن بدي الاكسجين بي اي بي اللي هو النيزل ماسك زي ما عارفين، بالماسك او بالاكسجين تنت او بالكانيولا او بيبقى فيه تنت زي خيمه كده بتتحط على وش المرضى او الاطفال او في المحضن في الحضانه لما يكون اطفال حديث الولاده، او في اوض مجهزه بالاكسجين. طيب بشخص الاكسجين بالبلس اوكسيمتر، يبقى جهاز كده بتحط في زي مشبك كده في صباع بيقيس نسبه تشبع الدم بالاكسجين، او بالارتريال بلاد جازز زي ما احنا قلنا، بسحب عينه من الارتريال سواء كان من الارتري اللي هو الفيمورال ارتري او الراديال ارتري او البريكيال ارتري، بنسحب الغازات وبنبعتها للمعمل نشوف نسبه تشبع الدم في الاكسجين اللي هو الاكسجين ساتوريشن. الدينجرز والادفيرس افكتس بتاع الاكسجين والبريكوشن، ممكن يعمل فاير اند اكسبلوجن خاصه في تنكات الاكسجين اللي بتبقى محطوطه في اماكن معينه طبعا في المستشفيات الكبيره، وايريتيشن اوف ذا نوز وفارنكس وتراكيا، اخلي بالي برضو من اعمل هيموديفيكيشن للاكسجين، انهيبيشن اوف ميوكوسيلري فانكشن. ممكن يحصل للاطفال حديث الولاده سايد افكت خاص بيهم اسمه ريترو لينتال فايبروبليزيا، ودي ممكن لا قدر الله بيعمل بلايندنس، لو الطفل خد اكسجين 100% لفترات طويله ممكن يحصل يحصل فايبروزس ريترو لينتال يعني خلف الايه اللينس، فممكن فعشان كده بدي بس الاكسجين وين نيدد، وبدي ما اديش الاكسجين بيور اكسجين 100%، بدي كربوجين مثلا 95% او كده. البلمونري اوكسجين توكسيستي
بيعمل دامج للالفيولار ممبرين، سادن وذرول للاكسجين، ممكن يعمل سيفير هايبوكسيم، ويبقى خلي بالي اسحب الاكسجين جرادوال. طبعا عشان خاطر بس مجرد ريفريشمنت، هنقول بعض الاسئله اللي ممكن تكون موضع للكويز. يبقى عندي السيوفيلين والنيتروجليسرين والايزوبرينالين والهيستامين كومون في ان هما يعملوا ايه، تمام، اللي هو بي تاكي كاردي. قرأنا السؤال، يبقى الالبوتيرول ما بيعملش هنا ايه، دايوريتك، لان الالبوتيرول ملوش اي دايوريتك افكت يا دكاتره. قرأنا كويس، يبقى انا عندي ايه الدواء اللي يعمل سايد افكتس لو خد لفترات طويله، يبقى حاجه فيها كورتيزون، يبقى دي اللي هو البريدنيزون، اللي هو الكورتيزون. اعرف اسماء برضو الكورتيزون، بريدنيزون، هيدروكورتيزون، ديكساميثازون، لانه ما بيجيش يقول اسم الكورتيزون كده بس. تمام، والمقطع اللي في اخره زون ده برضو مفيد ويدال. ايه هنا اللي ما هوش دايركت برونكو دايليتور؟ يبقى عندنا يبقى البرونكو دايليتور اللي هو اللي هو كلهم برونكو دايليتورز ما عدا مين؟ البريدنيزون. ما اقولش الكورتيكوستيرويدز بتعمل برونكو دايليتيشن، يبقى البريدنيزون ده كورتيزون ما هوش برونكو دايليتور. التربيتالين، الابينفرين، دول برونكو دايليتور. الثيوفيلين والابراتروبيان بروميد برضو برونكو دايليتور. سيمباسو ميميتك وبارا سيمباسو ليتك. طيب افتر سكسسفول تريتمنت اوف اكيوت اتاك، ايه بقى اللي هو النوت استابليش دي بروفلاكتيك استراتيجي فور ازما، اللي هو بلوكج اوف هيستامين ريسبتورز. طيب هقول لكم برضو ليه بقى، لان الهيستامين ما يعتبرش الميجور سيتوكاين في الباثوجينيسيس اوف برونكال ازما، يبقى ما بديش الانتي هيستامين. يبقى ايه البرونكو دايليتور اللي بستخدمه في السي او بي دي، وليه وكوز ليست كاردياك اريزميا، يعني ما بيمتصش طبعا، هيبقى الابراتروبيا، لانه احنا قلنا كواترنري امونيوم كومباوند. ايه اللي يعمل انسومنيا وسيجرز؟ القهوه والكافيين. يبقى سايوفيل، خلي بالي برضو بمعلوماتي. ايه اللي بينبت الفوسفولايبيز اي 2؟ كورتيكوسترويدز. طب هنا مش قايل كورتيكوسترويدز، يبقى اعرف بقى لازما البريدنيزون اسماء الايه الكورتيكوسترويد. ايه الدراج اللي هو سلو اونست ولونج ديوريشن اوف اكشن، بدي ان كومباينيشن في الانهيليشن مع الكورتيكوسترويد، اللي هو السالميترول، ده لونج اكتنج بيتا 2 اجونست. لا ايه الاورالي اكتيف ليكوتراين ريسبتور بلوكر، خلي بالي البلوكر، لان في عندي مونتيليو كاستا اهو، يبقى الكاستا يبقى ليكوتراين ريسبتور بلوكر. طب ما تختارش الزليوتين، لان الزليوتين انهبت الفايف لوكس انزيم. وفي الاخر بنشكر الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وربنا يوفقكم جميعا.